مش مصدق نفسي. اخيرا ورسميا يوبي سوفت اخيرا اعلنت عن موعد الكشف عن اساسنز كريد اليابان او اساسنز كريد ريد. وفي الفيديو ده هقول لك كل حاجه نزلت في الساعتين اللي فاتوا دول وايه اللي هيكون في الاعلان وايه اخر الاخبار اللي نزلت في الساعتين اللي فاتوا، فركز معايا قوي لان الفيديو ده هيكون مليان تفاصيل كتيره وحرفيا مش تطلع منه غير وانت عارف كل حاجه. اول حاجه صفحه اساسنز كريد ميدل ايست نزلت ان اسم اساسنز كريد ريد اللي هو الاسم المبدئي زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت هيتحول طبعا لأساسنز كريد شادوز، يعني أساسنز كريد الجديدة هيكون اسمها أساسنز كريد شادوز زي ما التسريبات كانت بتقول، يعني الجزء الجاي اللي هو هيكون في اليابان خلاص كده عرفنا ان هو هيكون اسمه أساسنز كريد شادوز. بيقولوا بقى ان الكشف هيكون امتى؟ الكشف هيكون يوم الاربع اللي جاي، احنا النهارده في يوم الاثنين، يوم الاربع اللي جاي اللي هو يوم 15 مايو هيكون الساعة 7 بتوقيت السعودية ومصر، يعني انت الساعة 7 بالظبط هتفتح قناة يوبي سوفت على اليوتيوب هتلاقي على طول انهم عاملين بث مباشر يعرضوا فيه اول اعلان ينزل لاساسنز كريد شادوز اللي هي طبعا هتكون في اليابان. واول ما اعلنوا على طول عن اساسنز كريد شادوز على طول غيروا الصوره بتاعتهم للصوره الجديده اللي هي طبعا اللوجو بتاع اساسنز كريد شادوز او اساسنز كريد اللي هتكون في اليابان. طب هنا بقى السؤال اللي كله بيساله وكله بيدور عليه، ايه اللي هيحصل يوم الاربعاء اللي جاي وايه اللي هنشوفه في اول اعلان يصدر لاساسنز كريد شادوز اللي هي طبعا كان اسمها اساسنز كريد ريد واللي كنا بنقول عليها اساسنز كريد اليابان؟ اللي هنشوفه في الاعلان طبعا هيكون استعراض الفترة التاريخية اللي هتكون فيها اللعبة دي واللي طبعا حسب التسريبات بيقولوا انها هتكون في فترة اليابان الاقطاعية والفترة دي على طول بعد موت ايديو، يعني بعد موت ايديو حوالي 15 سنة تقريبا. وهنتعرف برضو من خلال الاعلان ده على الشخصيتين اللي هنلعب بيهم اللي هو طبعا اول شخصية فيهم اللي هي الاساسن النينجا اللي هتكون اسمها ناوي حسب التسريبات، وبرضو هنتعرف على الشخصية التانية اللي هنلعب بيها اللي هو الساموراي يزوكي اللي هو كان ساموراي من اصول افريقية وطبعا ده ساموراي حقيقي مش تأليف من يوبي سوفت، لا ده كان شخصية حقيقية، كان شخصية افريقية وبعد كده راح لليابان واتدرب علشان يكون ساموراي. وحسب التسريبات ان احنا نلعب بالشخصيتين دول، مش هتختار من واحد ما بينهم، لا انت هتلعب بالتبادل بين الاثنين زي كده ما شفنا في جزء سينديكيت لما كنا بنلعب بايفي فراي وجيكا فراي وكل شخصية فيهم كانت متميزة بحاجة من الاثنين، يعني مثلا ايفي فراي كانت متميزة اكتر في التخفي وجيكا فراي كان متميز اكتر في القتال. طيب حاجة كمان عايز اجاوب عليها، هنتعرف برضو من خلال الاعلان ده على ان اللعبة هتكون خاصة بس بالجيل الجديد ولا هتكون متاحة على الجيل القديم والجيل الجديد، لان في اكتر سؤال بيجيلي هل اللعبة هتشتغل على البلاي ستيشن 4 ولا لا. انا قلت لكم معرفش لان مفيش اي معلومة خالص حرفيا عن الموضوع ده، لكن ان شاء الله بعد بكرة اللي هو يوم الاربع خلاص هنعرف بقى هل اللعبة هتكون متاحة على الجيل القديم ولا لا، ويا رب تكون متاحة على الجيل القديم لانها لو متاحة على الجيل الجديد بس في ناس كتير قوي مش هتعرف تجربها، وكمان لو متاحة للجيل الجديد بس فتوقعوا كده ان متطلبات اللعبة على البي سي هتكون عالية قوي واحتمال تكون شبه لعبة افاتار. لعبة افاتار برضو كانت عالية، فلو اللعبة هتكون خاصة بالجيل الجديد هتبقى بنفس المواصفات دي. وبرضو في اللحظة اللي انا بسجل فيها الفيديو ده طلع شكل الشعار بتاع اساسنز كريد شادوز، وبصراحة الشعار عجبني وتحس ان هو كده في نفس الحقبة اللي فعلا طلعت في التسريبات اللي هي اليابان الاقطاعية. الحقبة دي انا بحبها جدا ونزلت فيها مسلسلات كتير والعاب كتير، فانا بصراحة متحمس جدا للاعلان اللي هو هيكون يوم الاربعاء. وبرده سؤال تاني عايز اجاوب عليه علشان ابقى جاوبت على كل الاسئله، هل هنشوف الجيم بلاي بتاع اساسنز كريد شادوز في الاعلان اللي هيكون بعد بكره؟ الاجابه لا، احنا بس في الاعلان اللي بعد بكره ده هنشوف الاعلان السي جي اي بتاع اللعبه، يعني زي كده اللي نزل لاساسنز كريد ميراج، مش هيكون الجيم بلاي. الجيم بلاي في حدث يوبي سوفت فورورد اللي هيكون يوم 10 يونيو او 10 يونيو من الشهر القادم، لكن غير كده مش هيكون في اي حاجه تاني في الاعلان، يعني اللي مستني الجيم بلاي يستنى في حدث يوبي سوفت فورورد زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. لكن الاعلان بتاع بعد بكره مش هيكون فيه بس غير الاعلان، مفيش اي حاجه تانية خالص، اي حاجه عن الجيم بلاي زي ما قلت لكم هتبقى في حدث يوبي سوفت فورورد. طيب سؤال بعد كده تاني برضو اتسالته كتير، هل اللعبه هتنزل السنه دي ولا السنه الجايه؟ اللعبه هتنزل السنه دي خلاص، يا اما في شهر 10 او في شهر 11، وطبعا في الفتره اللي جايه هيكون في حصريات كتيره على القناه، انا مش عايز اوضح اكتر من كده، يعني من اول بعد بكره حرفيا هيكون في حصريات كتيره على القناه، انا مش عايز اوضح اكتر من كده، هو زي ما بقول تاني بس ما تنساش اللايك والاشتراك لان حرفيا هيفوتك كتير، والله حاجات كتير مش هتكون موجوده في اي مكان تاني وحرفيا حاجات مش هتعرفها غير هنا، فلو انت ما اشتركتش والله هيفوتك كتير قوي. فخلاص كده ما تنسوش يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 7 بتوقيت مصر والسعوديه تفتح قناه يوبي سوفت على اليوتيوب على طول هتلاقيهم عاملين بث مباشر الساعه 7 بالظبط، ادخل البث المباشر وعلى طول هتتفرج على اعلان اساسنز كريد شادوز. ولو عندك اي سؤال اكتب لي في التعليقات وانا بجاوب على كل الاسئله، وزي ما قلت لكم الفتره
الجاي هيكون فيها حصريات كتير، فأتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك للقناة، وأشوفكم في فيديو جديد.